شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. شهد ختام التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي الأول، والذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 16 من نوفمبر 2016، بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة. سلام العلم، سلام قف. لدى وصول جلالة الملك المفدى إلى موقع الاحتفال، كان في الاستقبال معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين والضباط بالوزارة. وقد التقى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بكبار ضيوف البلاد من دول مجلس التعاون الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب جلالة الملك المفدى بأصحاب السمو والمعالي الضيوف الكرام وشكرهم على حضور هذا الجمع الأمني الكبير، فيما نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين دوام التقدم والتطور والازدهار. كما كلفهم جلالته بنقل تحياته إلى إخوانه قادة دول المجلس حفظهم الله وتمنيات جلالته الصادقة لدولهم الشقيقة دوام الرفعة والتطور والرقي، مؤكدا جلالته على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة والروابط والصلات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون على كافة الأصعدة، لا سيما على صعيد التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية، مشيدا بكل الجهود المخلصة والموفقة التي يبذلها وزراء الداخلية في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة بكل كفاءة واقتدار في حفظ الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة والحفاظ على سلامة المواطنين وحقوقهم، مما أكسبهم ثقة وتقدير واحترام مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين على أراضيها. معربا جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بتنظيم مثل هذه التمارين الأمنية المشتركة التي تنم في إطار سياسة تدريبية مبرمجة على مستوى دول مجلس التعاون، مؤكدا جلالته أهمية استمرار مثل هذه التمارين لتعزيز العلاقات وتقوية الروابط الأخوية والارتقاء بالكفاءات وتبادل الخبرات. حرس الشرف كتفان سلام. استاذن جلالتكم انصراف حرس الشرف سيدي. ما
اعتدال سر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرحب بمقدم جلالتكم الميمون وضيوفكم الكرام في هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه فعاليات التمرين النهائي المشترك للقوات الأمنية بدول مجلس التعاون أمن الخليج العربي واحد، والذي انطلق في 27 من شهر أكتوبر واستمر حتى هذا اليوم. بعد فترة من الإعداد والتخطيط والتحضير، واضعين في الاعتبار التحديات والتهديدات، وعلى رأسها تهديد الإرهاب في المنطقة. ونحمده سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الأمني الأخوي الذي يأتي تلبية لطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وبدعم ومؤازرة من الأشقاء أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، الحضور الكريم، لقد شكل هذا التمرين نقلة رائدة على طريق مسيرة التعاون الأمني بين دولنا، وعكس مدى التلاحم والتكاتف في أداء الواجبات الأمنية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني الميداني على أرض الواقع. وإنما كان بالأمس تخطيطاً نظرياً أصبح اليوم الحمد لله واقعاً عملياً ميدانياً، فقد تدربنا بصورة مشتركة غير مسبوقة. ولكن المهم في الأمر أننا أدركنا أهمية ما تدربنا عليه، وإن أقصر وأفضل الطرق لتحقيق التجانس والتنسيق هو العمل المشترك في الميدان. فقد بدأنا تدريبنا بتطبيق إجراءات مختلفة، وانتهينا بإنجاز الواجبات المطلوبة من خلال تطبيق إجراءات عمل موحدة، الأمر الذي عزز لدى الجميع الثقة بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأدرك كل واحد منا معنى وأهمية العمق الأمني. وإن هذا العمل المشترك الناجح نحن مطالبون بأن نبني عليه ونعمل على تطويره،
وهو في الوقت ذاته جوابنا الأمني الموحد لمن أراد أن يعبث بأمن بلداننا. وخلاصة القول إن تمرين الخليج العربي واحد قد وضح حدود الخارطة الأمنية لدول المجلس، مؤكداً بأن أمننا الداخلي كل لا يتجزأ، علماً بأن هذا الأمر لا ينتهي بنا في ميدان التدريب أو من خلال عملية أمنية مشتركة، بل من خلال عملنا الأمني المشترك اليومي من قبل مختلف الأجهزة الأمنية. وإن مسؤوليات هؤلاء الرجال في المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والمصالح المشتركة إنما هي واجبات لم يحددها القانون بوقت، لأنها مسؤوليات دائمة يتطلب تنفيذها الحضور الأمني بصورة مستمرة مع التمسك بقيم الولاء والانضباط والنزاهة والالتزام. ونحن مدركون على كل حال بأن عملية تطبيق القانون لا يوجد في مفهومها التراجع أو الانسحاب، بل أنها عملية مستمرة هدفها العدالة وتحقيق الأمان المنشود على الدوام. سيدي، أستأذن مقام جلالتكم السامي بصفتي قائداً للتمرين المشترك أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة رؤساء الوفود المشاركة ورئيس وأعضاء هيئة السيطرة وكذلك رئيس وأعضاء لجنة التقييم والكوادر الإدارية، كما أخص بالشكر قادة ومنسوبي القوة المشاركة في التمرين على التزامهم وتعاونهم وتحليهم بروح المسؤولية وعلى مشاركتهم الفعالة النابعة من إيمانهم بدورهم الكبير في الحفاظ على أمن دولنا واستقرارها. والشكر موصول إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني على المساندة التدريبية والإدارية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظكم الله ورعاكم. نسأل الله أن يحفظ جلالتكم قائداً وبانياً لنهضة البحرين المباركة، وأن يؤيدكم بالنصر والتمكين، وأن يديم سبحانه وتعالى نعمة الأمن والاستقرار على أوطاننا. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بدأت القوات الأمنية المشتركة تقديم الفرضيات الأمنية التي يتضمنها التمرين من خلال تطبيقات ميدانية عملية للمواجهات الأمنية والتعامل مع الموقف في كل فرضية من جانب القوة الأمنية الرئيسية وكذلك قوات الإسناد، معكس المستوى المتقدم من الكفاءة والاستعداد والجاهزية والقدرة المشتركة على أداء المهام الأمنية والتعامل مع كافة الظروف والمستجدات، بما من شأنه توحيد إجراءات العمل الأمني بكل انسجام.
عليكم الخروج من الناحية الشرقية لوجود مجموعة مسلحة الغريبة من البرج. أكرر عليكم الخروج حالا من الناحية الشرقية سكان الحي الغريبة من البرج. صاحب الجلالة أصحاب المعالي أيها الحفل الكريم، تجسد معنى الأخوة في ميدان الشرف. بعدها قدم طابور العرض استعراضا أمنيا مرورا بالمنصة وأداء التحية لجلالة الملك المفدى، ثم تشرف القائمون على التمرين الأمني المشترك بالسلام على جلالة الملك المفدى، حيث شكرهم على جهودهم المخلصة في سبيل إنجاح هذا التمرين الأخوي، متمنيا جلالته لهم دوام التوفيق واستمرار النجاح. معربا جلالة العاهل المفدى عن أعجابه بما شاهده من مهارات عالية وتطبيقات عملية مميزة في هذا التمرين الذي يعد الأضخم من نوعه، وبالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي بذلها جميع المشاركين في هذا التمرين الأمني المشترك عبر مختلف مراحله، مما يعكس الجاهزية الأمنية والانسجام والتعاون التي ظهرت بها القوات المشاركة في إطار منظومة أمنية متكاملة لتكون دائما منيعاً وسندا قويا لدول مجلس التعاون على طريق الخير والسلام وحماية الأوطان، كما يؤكد عطاء وتكاتف أبناء دول مجلس التعاون البواسل المخلصين. يبدأ الآن عرضا عسكريا أمام المقصورة الملكية، حيث يتكون طابور الاستعراض من وحدات رمزية تمثل قوات الأمن لدول مجلس التعاون الخليجي. ها هو طابور الاستعراض في هذا اليوم الماجد وأمام المنصة الملكية الرئيسية، قادة سرايا مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكيلة المشاة والأسلحة بعتاد القوة وعتاد الفكر والمسؤولية
إنها عدة أمن وسلام قبل أن تكون عتاد قوة. ها هي قوات الأمن الخاصة حسب أفرع متنوعة تابعة لوزارات الداخلية والموكل لها مهام أمنية مختلفة تحقق الهدف الأسمى وهو حفظ أمن الوطن الداخلي سيما ومساندة قطاعات الأمن الأخرى ومكافحة الإرهاب وأمن الطائرات وأمن السفارات وإزالة واكتشاف المتفجرات بالإضافة للحماية المجتمعية وحماية وحراسة الحدود. إنها كما تقولون وإنها كما يقولها قادتنا وتثق بها شعوبنا، إنها عقيدتنا التكاملية والتي تكللت وستكلل اليوم بنجاح. يتقدمون وهم يهتفون، الخليج العربي كل لا يتجزع، وأنهم سيدحرون الإرهاب وقوى الظلام، مؤكدين يا صاحب الجلالة أن أمنهم واحد ومصيرهم واحد وهم على قلب رجل واحد. في هذا التمرين الأمني الخليجي الأول في مملكة البحرين يبرهن أبناؤكم رجال أمن الخليج البواسل، ومن أرض هذا الميدان العظيم أن أمن الخليج العربي والسلام طريقا، فرجال أمن الخليج لهم بالمرصاد كلمة في هذا اليوم المجيد، كلمة يسطرها أبناؤكم يا جلالة الملك، يسطرها أبناؤكم بمداد الجهد والعرق والاستعداد والجاهزية العالية والمهارات المتميزة، لمن تسول له نفسه المساس بأمن دول خليجنا العربي. أيها الحفل الكريم، لقد جاء هذا التمرين سيدي صاحب الجلالة أصحاب المعالي سيارة استطلاع وغرفة عمليات مصقرة بإضافة إلى رجلين آليين تحتوي على جهازين لمكافحة المتفجرات، يمكن من خلالها متابعة الكاميرات الأمنية والتصوير من الطائرات العمودية ومشاهدة انتشار الدوريات على الخرائط الجغرافية. ما يليها عربات مصفحة تصفيح عالي لنقل رجال الأمن لأداء مهماتهم بسرعة عالية. عربات MT المصفحة والتي تستخدم لنقل رجال الأمن لكافة مهامهم ومواقعهم المختلفة يستعرضون أمام أنظار جلالتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل فخر واعتزاز أرحب بهذا الاجتماع المبارك الأخوي والاحترافي، وفي الواقع
لنا أمل أن نلتقي معكم في الغريب بإذن الله في إحدى دولنا من مجلس التعاون. فشكرا وتحياتنا إلى جميع الإخوة الذين يعملون معكم في حفظ الأمن وردع أعداء الأمة، فشكرا. كما أعرب جلالة الملك المفدى يده الله عن خالص شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الشقيقة على هذا الإنجاز الأمني المتميز، وعلى ثقتهم بمملكة البحرين وقرارهم باستضافتها أول تمرين أمني مشترك تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها معالي وزير الداخلية قائد التمرين وجميع العاملين في الوزارة وما قدموه من جهد مثمر واحترافية ودقة في التحضير والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين الحيوي بما ساهم في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لتعزيز هذه المسيرة المباركة وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لما فيه خير الجميع. وقد أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى وحرصه على حضور ختام فعاليات التمرين الأمني المشترك، وهو ما يؤكد تقدير جلالته للعمل الأمني الخليجي المشترك ودوره في حفظ الأمن والسلام وتعزيز المسيرة المباركة لدول المجلس، مقدرين الجهود التنظيمية والدعم والإسناد المقدم الذي وفرته وزارة الداخلية بمملكة البحرين بتوجيهات من معالي وزير الداخلية قائد التمرين من أجل إجراء التمرين بالشكل اللائق الذي ظهر به. دقة واحترافية وتجانس رفيع المستوى ومعنويات عالية عانقت السحب قدمها أفراد القوى الأمنية لدول مجلس التعاون خلال حفل ختام تمرين أمن الخليج العربي 1 والذي استضافته مملكة البحرين منذ 22 من شهر أكتوبر، والذي عكس بصورة جلية مدى التلاحم والتكاتف والتكامل بين دول الخليج العربية في أداء واجبها الأمني. رجال الأمن البواسل سطروا اليوم بتجانسهم الكامل أجمل صور التعاون من خلال ما يستمدونه من عزم وإصرار ودعم كامل من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، حيث توج حفل الختام للتمرين المشترك بحضور ورعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي أشاد بجهودهم المخلصة في تأدية رسالتهم الإنسانية النبيلة بكل كفاءة واقتدار. استطاع هذا التمرين أن يكون بالفعل واقع. اليوم كلنا شفنا المستوى اللي تمتع به عناصر الأمن في كافة دول المجلس من كفاءة ومن تجهيزات ومن معنويات عالية. قوة جوية وبرية وبحرية تكاتفت هنا على أرض مملكة البحرين لردع كل من تسول له نفسه النيل من مكتسبات دول مجلس التعاون ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله من خلال القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وقوة حماية الحدود، مستندة على الخبرات المتبادلة والمهارات المختلفة باستخدام أحدث المركبات الخاصة كالزوارق المتخصصة ذات الكفاءة العالية
والآليات البرية المصفحة ذات الإمكانات المطلوبة شاركت بكل جاهزية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات بشكل فوري وفعال على أرض الميدان. بفضل جهود القادة حاليا تعزز قدرات الأمنية والدفاعية في شتى المجالات، وهذا اللي يعطينا قدرة أكثر على أن نحفظ هذه الكيانات اللي بالفعل تنمو وتزدهر، ونحافظ على القوة الموجودة لدى هذه الدول فيما يتعلق بمحافظة على المكتسبات والبناء والإنسان قبل هذا كله. والله الحمد احنا بخير، وهذا اللي يشوفونه هي عبارة عن تتويجا للجهود الأمنية اللي بين دول مجلس التعاون من فترة طويلة. التمرين مهم وفي وقت مهم، ورسالة موجهة لمن يعنيه الأمر. حضور جلالة الملك اليوم هذا دليل على أهمية هذا التمرين وعلى التسويق له من جهة الإعلام، ودليل على اهتمام القادة قادة دول مجلس التعاون واهتمامهم بهذا التمرين. فالحمد لله رب العالمين، هذه المجهودات وهذا العمل اللي اشتغلنا عليه ليل ونهار مع الأخوة في مملكة البحرين كل بهذا النجاح. فحضور جلالة الملك اليوم أكبر دليل على نجاح هذا التمرين. هذا التجمع الأمني الخليجي غير المسبوق بكل ضباطه وأفراده يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن دولنا الخليجية واستقرارها. فهذه القوات أصبحت اليوم قوة واحدة بتكاتفها وتعاونها الأمني والمعلوماتي، تشكل حائط الصد الأول وصمام أمان للمنطقة. أهمية هذا التمرين وهذه المناسبة أن دول الخليج الآن مؤكدا من الناحية الأمنية استطاعت أن تثبت لدول المنطقة وبالذات مؤشرات لبعض الدول التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة أن دول الخليج هدفها واحد، أمنها واحد، وطريقة واحدة لن يحيدها عن هذا الطريق أحد أبدا. وهذه نقطة. النقطة الثانية، هذا يعني رسالة لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي بأن أجهزة الأمن لديكم أجهزة قوية متعاونة لديها القدرة على مجابهة الأزمات الأمنية مهما كانت. تعاون بناء لم يكن وليد اللحظة، بل هو تجسيد لعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دول المجلس، حيث انتهى التمرين المشترك الأول على أرض مملكة البحرين على أمل استمراره في دول مجلس التعاون الشقيقة. هكذا يختتم تمرين أمن الخليج العربي المشترك واحد، والذي دأبت فيه القوات المشاركة على التمرينات المكثفة بمشاركة واسعة من قوات الأمن في دول الخليج العربية، إيمانا منها بوحدة الأمن والمصير المشترك. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.